سادتي آنساتي سادتي، أهلا بكم معنا الليلة، ونرجو الهدوء ومراعاة النظام واحترام تقاليد المسرح حتى نتمكن من تقديم العرض على الوجه الأكمل، وشكرا. إن كان عاجب لا مش عاجب أديك على بوزك. طيب سيبني. لا مش سايب. اخرس نزل إيدك أغزق لك عينك. تطلع مين بالظبط جنابك؟ أنا الأستاذ الشهير. الأستاذ الشهير فلان الفلاني. فلان الفلاني. ورويتك مش عجباني، وانا حر في كل ارائي، انا حر في كل ارائي. يس انا حر انا حر انا حر انا حر. عندك حق من الناحيه دي، رايك على عيني وعلى راسي. روايتكم غير اخلاقيه. ايه تركيبه حقيره وتجاريه. ايه كلها اسفاف وسوقيه. شفتها قبل المرة دي؟ لا جتني بيها اخبارية، وعرفت ان المسرحية فيها دور لواحد شبهي ومقصود بشخصي، وانا مش هسمح لحد يتأول علي او يفضحني. اسمح لي مع احترامي لآراء سيادتك، يفضل كلام سيادتك مجرد وجهة نظر تحتمل الصواب تحتمل الخطأ، انما احنا ملتزمين بنص الرواية. والمؤلف ليه تسمحوا له يكتب روايه زي وش؟ وشه هو حر. هو حر هو حر هو حر هو حر. وما دمت رافضها ولا انت راضي تقدر ما تشوفهاش، وانت حر. انت حر انت حر انت حر انت حر. كل ده غير كافي. امال عايز ايه تاني؟ انا لازم حتما اصدر امرا من اللحظه دي يلغى العرض نهائي. مش بمزاجك. لا بمزاج. مش بمزاجك. لا بمزاج. مش بمزاجك. لا بمزاج. انت اناني. من حق جميع الناس يشوفوا ويسمعوا ويقولوا ويحكموا
وده اللي عندنا أحرار في فننا أحرار كلنا لأننا بحقنا زي الطيور نتنفس الحياة ونحلى في الفضاء أنا حر هو حر أنت حر أحرار كلنا أحرار في حبنا أحرار في حلمنا أحرار في نطقنا وفي صمتنا وفي رفضنا أحرار وتسمموا افكارنا وتبسموا ذوق الجماهير ذوق الجماهير ذوق الجماهير ذوق الجماهير لا طبعا مش حرين واي كلام ما يعجبنيش ما يمشيش غصب عنكم اغيره ونقتضي الامر احذفه ايه بتتكلم باسم مين باسم كل المتبرجين حضرات الساده الافاضل باسم الاصول والقواعد انصحكم بمغادره المقام ينصحكم حضرات النظارة باسم القيم باسم الحضارة واشجبوا هذه الرواية يحرقكم باسم الأخلاق الحميدة باسم الفضيلة باسم الثقافة الرفيعة باسم الفنون الجميلة وغير الجميلة باسم الشغيلة باسم الوطنية والشعبية والديمقراطية باسم الفول والطعمية باسم الكلاسيكية التكعيبية التجريبية وشك في الحيط و باسم التقدمية باسم الرجعية والمبادئ اللي بندية ودية بس يا بنت انت وهي واخيرا باسم الحرية باسم الحرية تشاهدوا المسرحية يا منا بس يا لأنكم ولا مؤاخذة يعني دي الكلمة لا مؤاخذة يعني سوزة طب ليه لأنه سهل خداعكم والتأثير عليكم أي نعم سهل خداعكم والتأثير عليكم وبناء عليه بناء عليه أنا جيت هنا لحمايتكم عجبكم عجبكم طيب والله يا فنهان سلام عليكم سيداتي آنساتي سادتي نأسف جدا لما حدث ونواصل فورا تقديم الحدث فإذا ما قصرنا أو سهونا أو نسينا فرج التماس بعض وليس كل العذر لي هنعيش حرين ونموت جعانين سوري قصدي حرين دي الموعظة اللي هنخرج بيها من مسرحية الليل ودي احنا بنقولها من اولها على بلاط عشان محدش في الاخر يقولنا هم عايزين يقولوا ايه ومسرحية الليل عبارة عن حكاية ولد اسمه عبد السخن كل مشكلته انه كان عايز يعيش حياته ايه بكيفه ومستقل الرأي وهنعرض لكم حكاية عبد السخن اسف اقصد حكايتي من اللي همثل دوره من طقطق لسلام عليكم اتولدت سنة 1937 وعشت لحد سنة 2000 وشوية ثم اتزحلقت وهنقدم لكم مسرحية في شكل مشاهد سريعة وهنلعبها على المكشوف الا طبعا الاجزاء اللي فيها احراج ليكم ولينا دي مضطرين نخبيها او نلمح بيها على خفيف والان تطفى الانوار ويرفع الستار عن بداية الحكاية دي صورة قديمة لعيلتي سنة 1936
يظهر فيها والدي عبد العال فندي موظف محترم بالميري والمرتب 5 جنيه شهر. ودي تبقى امي، ولانه كان ولا يزال من العيب ذكر اسم المراه هنسميها زي ما كان ابويا بيناديها. ايوه يا امي.
عايزها اصحابي عن اهلي. ادعي لها ربنا يمتعها بالسلامه. العيل مبسوط جوه ومش عايز ينزل. نعم وما نزل الحمل ده في غلط والجواز متسام من الاول. ما انا عندي بدل العيل 10 من الخمسه اللي طلقتهم قبل منها. حاولت اسقطها، جبت لها شربه من عند العطار وقعدت اديها بشربه اديها بشربه اديها بشربه. كانت النتيجه ان الكل نزل الا العيل. واتسلمت دلوقتي مش عايز ينزل يا اخي. عنه ما نزل. بدل منزل بلاشي زي كل العيال نزلت لمؤاخذة بضهلي. وول ما عيني وقحت عالدنيا سلخت سلخت سلخة عظيمة كلها دهسة وغضب واحتجاج وقلت كنت هقولها المدرسة غصب عنك وإلا تموت وتروح النار. وإحنا بنموت ليه؟
وليش ليه مدام حنفوه؟ مكتوب علينا يا دناي؟ مكتوب ايه؟ مكتوب ايه؟ مالك بس متخلع عن وجهك ليه؟ عشان انا نفسي مش عارف الاجابه ايه؟ قلت لك اسكت بقى وبطل كلام، بطل كلام؟ انا حر لما تكبر وتبقى قدي تبقى حر وتعمل زي ده. هي فيكوا في اللي خلفوه. ماما انت كواس الراجل ده عشان نخلفك يا حبيب. بس انا مطروش في بابايا. اخلص يا كلب. كويس كده ماما؟ انا عايز كبير يا ماما، كبير قوي يا بابايا. مستعجل على ايه يا ابني؟ ده كبير حمله تقيل، انما الصغير قلبه اخضر، لا هداري باللي جاري ولا بالمعدل. لسه بدري يا حبيبي، لسه بدري. غريبه الدنيا يا مامتي. فيها ايه يا حبيبي؟ كل حاجه فيها محيران، وكل سنه والتاني بيخلي دماغي تسخن. اسأل وانا جاوبك. انا منين يا ماما؟ وليه بابا هو بابا؟ وليه انت تبقي ماما؟ وليه نعيش مدام نموت؟ وليه اليوم يفوت؟ وليه الوردة تدبل والسماء تمطر والعصفور يطير؟ وليه صاحبي راكب بسكليتة وانا لأ؟ وليه ده اسمه دحة؟ وليه ده يبقى كخة؟ وايه في السما فوق؟ وايه جوه النجوم؟ وفين بتروح الشمس كل يوم؟ الشمس بتمشي عشان تنام وتجيلنا بدري، وتجيلنا بدري. وليه تنام؟ وليه ننام؟ أنا نفسي أتني صاحي أرغي، ألعب واتنطط وأجري. تنام دلوقتي وأوعدك بكرة حنلعب وحنضحك وحجاوبك. نام يا حبيبي نام، واتهنى بالأحلام أسعد الأحلام. نام يا حبيبي نام. وليه نعيش مدام نموت؟ وليه اليوم يفوت؟
عمي جاوبني انت دلوقتي كبرت. ربنا يخليهولك يا سعد. استنيت مره شويه. ده هي في ملفظك. تبتي ابني وقال الاوان تشارك في المعركه. معركه ايه يا بابا؟ معركه ايه؟ المعركه اللي مستنياها البلد كلها. نادى ابني ماتش الكاس بين الاهلي والمختلط. باذن الله باذن الله ربنا هينصرنا عليهم ونهزم المختلط. قصدك ايه الزمالك يا بابا؟ ده بعدين هيسموه الزمالك. احنا النهارده سنة 45. يلا يا بطل جهز نفسك، عايزك تهدف بكل حنجرة. بيب بيب اهلي. وقال لي كمان قال لي ده يا ملابسك
طيب وسكت؟ هو حر في ابنه، أنا خلفت وخلصت دوري. اقعدوا بالعافية بقى. قومي يا ولد من على الطاووس.
ايمن. لا انا ما اسميش عبد المأمور. يلا ادينا فلوس خليها نروح. ولد اخرس اجري وانت موسي سعد الباشا. سلم مد ايدك يا مغفل. معلش معلش عيل مش فاهم. طب غني النشيد اللي خدته في المدرسه يا عبد يا حبيبي. غني غني يا عبد. غني يا ولد خلاص من ايه. معلش معلش عيل مش فاهم. اتلخم يا سعد الباشا، مش متعود على مرمه الاكل وانا ده كذاب طالع على ابوه. اهبل طالع على ابوه. ضحكتني انا حبسكه. امسك خد خد اديله اديله. ده فيه يا سعد الباشا والله ما يستاهل. ده ابن كلب. ابن كلب وانت ابوه. خد 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 يا فندم. هو ابن كلب وبس. ده ابن كلب يا عبد العال فندي. انا هجيب لك فلوس للشتيمه دي كلها منين؟ مد ايدك يا مغفل مد ايدك. ايه ده الولد خايف مني كده ليه؟ انا بابا. انت فهمته ايه عني بالظبط؟ كل خير والله يا سعد الباشا. ولد انا قايل لك ايه من شويه عن سعاده الباشا؟ ابدا قايل لك ايه عن سعاده الباشا لسه؟ قول يا عم كل حاجه. قول يا حبيبي. انت البر والتقوى. لا مش دي التانيه. انت كلب ولا تسوى. انت كبرت انت ما تعرفش مين ده سيدي. وقلت لك تقول له يا سيدي عشان ايه بالذات؟ عشان ان كان لك عند الكلب حاجه. انا مش عايزك المصلحه تفض علينا. طلعوا على بقى. ما هو ده اللي جايبنا ورا. هو ده اللي موديني الدايره. معلش يا باشا عيل مش فاهم. مفيش حاجه اسمها عيل. عندك حاجه يا باشا. الولد ده سود قوي ده لازم يتربى. اجري يا كلب تقسم حاجه لسعاده الباشا وودي مصيبه. لا ده شتمك يا بابا. يا حبيبي بنهزر مع بعض. لا انت تهزق يا حبيبي. ايه يا ولد بنهزر مع بعض. لا. اسمع الكلام. لا. اسمع الكلام يا ولد. اجري اجري يا كلب. سنة تانية رابع والسهم يشير إليها.
يا عم في مشكلة يا عم. أنا عايز أروح. يلا يا موس، ياد يا موس ارحم نفسك ارتاح شوية. يلا يا جماعة تعالوا نزود الحصة دي، سيما كوزمو فيها فيلم هايل والطرزان والبنت جيتا. والله ما اقدرش ابويا يعرف. النبي تتخيب اهو، تقعد تصوم طول السنه وتفرشهم في الامتحان بذمتك، تفتكر حرف من الدش ده بعدها؟ مش مهم، المهم انجح. يا عم دول غاويين يعذبونا والسلام، تعرف لو يسيبوا باب المدرسه مفتوح والله ما كنت زوغ ولا حصه، اللي دول فاكريننا عيال عاملين لنا سور عالي وباب حديد. ولا شوفوا الاستاذ عبد العليم ابو قله. قيا آمين سارة إنسى الله ما جعله خير. راسل من واحدة رب ولا لسه؟ لسه جاتكم من بلاوي يومكم بسني. منو اللي مش فاهم حاجة من اللي شرحتها عنها له؟ انا بس يا اقرا، اللي معاه كتاب يطلعه واللي معاه لوك ما يديني حته. كنت بقيت الكرافات بقالي. انا بس يا اقرا، اخلص من مكلوه وانا نفس.
لقد ولدتنا أمهاتنا في الحارة. أمك أنت لوحدك اللي ولدتك في الحارة. أنا عن نفسي مولود في المستشفى. أحرار لقد ولدتنا أمهاتنا أحرار. لو ما جاوبتش عليها هتصعب، وعشان ما يتقالش عليا ان انا مفتري هقول لك سؤال صغير قد كده يحل عين الفوائد. مش واخد بالك؟ فوائد. قال الشاعر المجهول: وتفاصحة الفشحاط في سفح الحفا ببسل وقار فتقرب كلب اعقل. ابو شبابي نفسه، ابو شبابي نفسه، ابو شبابي نفسه.
بنلعب لو حاسب بالي احسن اخويا بيلعب ملاكمة انت ما شفتوش؟ ما عرفوش. داريني داريني اهو داريني. أيوه. اعمل نفسك بتكلمني. ايوه ايوه هدومي معدوله حلو قوي. القميص ليه عيب؟ لا اعمل له عيب اعمل له عيب بسرعه اعمل له عيب. شعري منكوش شعرك جميل جدا. ناويني سجاره خد مش قدامك. لا معايا معايا يا شفيع معايا. يا شفيع ايه الكوبونيه ليا؟ ايه بتتمنظر قدامها؟ والله ما اقصد. لا ما ضمن صم منظرها بصراحه. انا هات سيجاره خد حب بنت هتشوف ايدك السيجاره الفرطه هتتدلق عليك خلاص. ما اقصدش قلت لك. انت فاكر الحكايه بالسجاير يا ابني؟ ما اقصدش ما شفتش حاجه ما تكبرهاش. شفتك يا شفيع وانت بتنهوني السيجاره منظري حره قدامها يا شفيع. ما تتقن ده ما تبقاش خفيف. ايه ده؟ وانا ما يبانش عليا ان تقيل؟ لا انت مفقوش على الاخر. بس بصراحه بقى البنت تستاهل. مش كده؟ عليها جوز ضفاير. لا يا شفيع انت كنت هتقول جوز حاجه تانية يا شفيع. ما تقلش قلبك اخسرك بعدين. يا سيدي ما تزوقش انا بهصر. المهم معلقتها ولا لسه؟ ده انا مشيبها يا ابني. شوف هتموت ازاي. ما تبصش ناحيتها. ايه هشوفك؟ انا بتمنى اشوفك كل يوم. ومال اصلك بتوحشنا. شكرا. والله بتوحشنا. ده اليوم اللي بيعدي عليا من غير ما اشوفك فيه قلبي بيتعصر زي القوطه. ايه ده يا عبد انت عاملني كوبري؟ معلش مفيش حاجه اسمها معلش بقى. ما انا بقف لك برضه يا شفيع. ما انت بتقف لعيال الحته كلهم. هتيجي عندي بتعمل لي نظام كرامه بقى ولا ايه؟ مش دي شغلتك اصلا. لا 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 ما تبصش معايا بس مش عارف. قول لي بقى بص عليا ما تبصش ناحيتها. شو انت اللي بتسال؟ طب بص ها بص عليا. لا قفلت الشباك. ما تبصش حاجه. لا بس عشان ما تبينش حاجه قدامك. بس هي بتموت فيا خدت بالك يا ولد. طب قول لي بقى بالحق يا عبد وصلت معاها لحد فين؟ ها آه لا معلش يا شفيع احنا صحيح اصحاب بس انت عارف الكلام يتنطور ما تبقاش لطيف. هاني يا اخي وانا عيط.
انا مش حكيت لك على البنت بتاعت ميرفت؟ انت هتسلنك منك حكيت على ميرفت؟ ما انا راخر جرستك في كل حته يا شفيع. انت هتفضحني. لا انا مؤاخذه انا مش عايز بقى. هقول لك يا شفيع بس ورحمه مامتك ما انت جايب فيها لحد. ورحمه مامتي ما هجيبش فيها لحد. تقول لي عملت معاها ايه؟ قول. بس ما كنتش عايز اوسع الموضوع يا شفيع. موضوع يا جدع ده صاحبك عيل. طب هقول لك بس ورحمه ابوك ما انت جايب فيها لحد. ورحمه ابويا ما هجيب سيره. قول لي بقى عملت معاها ايه؟ حصل شويه حاجات كده. ايه الحاجات دي يا ولد بقى؟ ها؟ ايوه الحاجات اللي على المشي دي ولا هي على طول؟ يلا يلا. بس ورحمه عمك ما انت جايبش. ورحمه عمي يا عم ما جيبش هنا لحد. بس قول لي عملت معاها ايه؟ اصلك مش هتصدق يا شفيع. لا هصدقك. بس انا عارفك وعارف عمايلك. قول. جاتني في المنام والله لابسه اسود في اسود واجهنا بنوزع قرص في القنافه. يا بني ادم يا بني ادم لازم تتحرك وتتمحور يا حمار. ما انت لو ما مشيتش معاها هتتعلق منك. لازم امشي معاها؟ لازم تمشي معاها. ما انا ما كنتش عايز اتكلم يا شفيع. لا حصل شويه ماشي كده. ايه هو الماشي ده بقى؟ نعم شويه ماشي. ايوه ايه هو الماشي ده؟ قول بقى يلا. هقول لك بس ورحمه اهلك ما انت جايبش. هي كانت واقفة عند بتاع عصير قصب العناصر. عم السايق. وانا كنت واقف الناحية التانية. كويس. بصت لي بصت لها، فضلت بصص لها بصص لها بصص لها لحد ما وقعت من ايدها. ايه دي اللي وقعت من ايدها؟ كوباية العصير. طبعا جبهتك اتلخمت. لا انا كان عيني في كوباية العصير. لا يا عم ده انت رايح تمشي معاها وتقف كوباية في ايديك. انا عايزني اقول لك ايه؟ اصل ما حصلش حاجة غير كده. طب شوف بقى، حتى لو ما حصلش لازم تقول انه حصل. طب واكسب ليه؟ يا عبد انت مش هتكذب ولا حاجه. لو جه واحد غريب وقف معانا دلوقتي وسمعك بتقول انك ما مشيتش معاها اضحك عليك والعيال البنت منك. فهمت؟ طب اقول ايه بقى؟ افشخ امه وقول انك خرجت معاها واتفسحت ورحت. سجل الكاميرا! سجل النور! تعالى يا كابتن! اي غريب؟ اهلا كابتن حشمت! كابتن حشمت يا عبد واخد بالك؟ سيبهولي! كابتن حشمت، انا الكابتن عبدو من صيع الحته. انا كابتن عبد. هي ولادنا في العناصه ليه؟ بيتعكسوا البنات؟ لا احنا كنا استنى يا شفيع. لا مؤاخذه يا كابتن، مفيش حد بيجي لنا من بره ويعاكس بنات حتتنا. لا مؤاخذه. لا يا عبد الكابتن حشمت مش غريب. عارف انه صاحبك بس كل واحد هنا يخش بادبه. يا عبد انا عايز يا شفيع. كل واحد يخش بادبه. ايه يا كابتن؟ هو كده يا كابتن بقى. هو مش من حق الشاب مننا يحب زي ما هو عايز؟ كل واحد يحب في حتته اللي عندنا على قدنا. انت مثلا مش جايز تحب واحده جارتك؟ جايز يا على شفيقه. انا بقول لك جايز اصلك ما تعرفش. افهم الكلمه انك ليك جوه هنا؟ علمك محسوبك واد مخلص وجايز قوي. طب يا كابتن متخبي من ايه؟ ما احنا برضه شبان وبنحب ونمشي فجأة. ايوه بس انت عارف كل بنت هنا لها اهلها. بالعكس بالعكس يا كابتن عبد، اهلها لازم يعرفوا الحقيقه وانت لازم تقنعهم وبطلوا افكارهم القديمه دي. احنا في سنه 53 يا ابني، ما تبقاش راجعي، خليك زبون. عندك حق يا كابتن، بس افرض اهلها ما اقتنعوش. معلم يا سيدي اتفرج، كل شاب حر في حياته. صح. ما تبقاش راجعي، خليك زبون. ما طلعهاش دماغه احسن، ده من النوع اللي بيسخن. وماله يا شفيع؟ تعرف كابتن عبد ولا منك اعمل ايه؟ ايوه فطمني بقى. او البنت بتاعت دي في اي حته فاضيه، جنينه مثلا، انا كنت بعمل كده، امشي معاها وابصها. ابوسها؟ مفيش حد. طب افرض حد من اهلها شافنا راح قال لامي. يا ابني يا ابني اللي كلمك من اهلها حط صوابعك في عينيه، ما تبقاش راجعي، خليك اصبر. من النهارده يا كابتن حب اصبر. شكرا يا كابتن حشمت. شايف يا شفيع؟ شايف العيال بتاعت الجامعه؟ شفنا لسه في حضاره. يلا طيب يلا طيب يلا خلي النهارده يعدي على خير. يلا يلا طيب ابني اسكت. يلا يا عبد مؤاخذه يا مجدع عشان يعني
تحب تعرف مين الجواب بتاعي؟ عبدو! عبدو! يا شفيع بقى، اصل الموضوع لازم تغير. يا شفيع! لا انا ملاحظ بتشاور على الشباك. ايه الحكايه؟ لا ابدا مفيش. لا في يا شفيع. والكابتن من حقه يعرف كل حاجه على بلاطه عشان ما نقطعش على بعض. انت لسه قايل لو حضنك لسانك ممكن بتتعلم منك. رايك يا كابتن؟ رايك يا كابتن؟ ايه انا اللي ملاحظ في الدقيقتين اللي احنا واقفينهم انت اللي عينك رايحه جايه على الشباك ده. ايه الحكايه؟ قصدك ايه؟ قصدي ان الشباك ده بتاع البنت بتاعتي. اتكل على الله. سوس تبقى الجو بتاعك. يا نهارك اسود، عرفت اسمها منين؟ ده اللي كنا خايفين منها يا شفيع. ايوه يا كابتن، بلا فخر سوسو الجو بتاعي، بس ده كلام في سرك لان الكلام يتنطر. بيهزر عبده، بيهزر يا شفيع. انا كان اللي جاي دول حب ايه؟ ما تبقاش راجعي، خليك اصبر. انت بتاعك السوسو؟ الله الله الله، احنا هنغير ولا يا كابتن؟ لا بس كنت حاطط عينك على البت فخله. اخد اوعى، مش هضربه، مش هضربه يا عبدو. عايز افهمك يا عبدو. يا شفيع فاكرني حمار؟ فاهم فاهم طبعا. حول عالك اوعى تقطع. ولعلمك يا كابتن انا كنت عامل نفسي غشيم وقفل. لا ده احنا مفتحين قوي، ده احنا عيال جاهزه قوي. لا واضح. اه يا بنت، البنت اتجننت في مخها. الله الله، البنت بتك مضيعه كراسي على الجوابات. كل يوم بتبعت لي جواب، كل يوم جواب كده. لا ومشيت معاها مرتين، ثلاثه كتير. شفيع اللي كان بيتفقني معاها هو اللي عارف. سبيشال فور مي. عايزين بقى نقطع. ها عندها لك؟ اه وريني كده. تصدق خمسه شويه كده دي سيم بيني وبين وريني. هتنزل هتنزل يا ابني. صفارة مني تطلعها وصفارة تنزلها. ليه؟ ملهاش اهل. اهل مين يابا؟ دي مقرطصاهم كلهم. شوف بالك انت، فكرة على بقى يا ابني. ده انا بقابلها كل يوم، بقابلها كل يوم الساعة 6 في جنينة الحرية. النهارده هقابلها الساعة 6 في جنينة الحرية. اتكل على الله عشان البيت تنزل بقى. اتكل على الله. انا فعلا كنت مروح يا كابتن عبد، لكن غيرت رايي. مش هروح، هسبقك على هنا في جنينة الحرية النهارده الساعة 6. تعرف لو طلعت كداب وتتبلع البيت انا هكسبك. طب هو مان؟ ايه اللي خشمني ده؟ خشمني انت عيب. انا دلوقتي ورطت نفسي، لو طب عليا في جنينة الحرية النهارده وما لقاش معايا ممكن يعلقها مني فعلا. انا عارف ضربت الاخم ليه؟ ما كنت اديتها معاد وخلصت، كان هيحصل ايه يعني؟ استنى يا شفيع جاي معاك. سوسو انا بذاكر كل يوم الساعة 6 في جنينة الحرية، والنهارده رايح الساعة 6 اذاكر في جنينة الحرية. ما 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 تيجي تذاكري معايا؟ بلاش. يوصلوا في نفس اللحظه يا رب. لا ولسه فرحتي هتكمل لما عيال الحته اللي عزمتهم يجوا يتفرجوا على اللي هيحصل. هيحصل نظام مهرجانات.
كده أريم. لا كده مش هتشوفها. أهلا يا سوسو. أهلا زيك. أول ما قابله أعمل كأني عمري ما شفته. لا حرام هيصعب علي ده في الأول بس يا عبيطة التقل صنعة. سوسو مساء الخير. مساء النور. لا معلش نفسي موت يقعد جنبي. يا رب يا رب معلقني يا رب. احسن حاجة اني فكيت دفايق عشان يقول علي اني حلوة. اهم حاجة اربي شنبي عشان مبقاش عيب في نظري. انا مش هقول لحد انه بيموت فين. يدوب زميلاتي وجيراني وبنات عمي وخالتي وكل الناس وبس. يا سلام لو اهلي واهلها يموتوا ويروحوا في 60 داهية وما يفضلش في الدنيا غير انا وهي. لو يهرب بيا في جزيرة بعيدة في صحراء كان كفاية يا رب تخلق الحب في قلبي وقلبي وما كانش في داعي تخلقه في بقية الناس التانية. قدرته مديني معاد وجيبني هنا عشان يعمل انه بيتقل عليا. دي غبية قوي. رايحة تقعد بعيدة ليه بتقعد جنبي على طول؟ مفيش أي نوع من أنواع التصرف. مش قد الخروج بيخرجوا ليه؟ بيخرجوا ليه؟ مش فرحان عمال يزعقوني. طب شايفاني ضارب لخمة تبدأ هي. طب ما أبدأ أنا. لا انت البنت احفظي كرامتك هو اللي يبدا. انا ابدا اذا كان هو تقيل فانا اتقل منه يجي ورايا هو بقى. بالحق نسيت انا كنت عايزك ليه.
يا ترى يا هل ترى الاقي معاكي قلم رصاص بلاستيكه؟ ثانية واحدة، متأسفة، معايا قلم رصاص من بلاستيكه. لما تجهزي بيها بليز. المصاصة دي للعيال يا بنتي. طب ما انت عيل. بلاش الهزار الباك ده عشان انت مش قدي. انا فاهمة متشكرة، انا ماشية. 60 هدا تعالى اوصلك. مش عارفة حد يوصلني. اتفلت. معلش ربنا يخليك. اوعى انت بقولك. العيال زمانهم جايين يتفرجوا عليا دلوقتي. خد. حاضر. اللي اسمه
اسمه ايه؟ عبد الحليم حافظ. لا انا بسمع شكوكو. يا اخت علي صوته حنين بشكل بموت فيه. بتموتي فيه؟ طبعا يا دوبك يعجبك عشان انت مراهقه. طب انت مالك؟ انا بحبه. طب ده انا كنت حابوس الراديو وهو بيقول على قد الشوك. على قد الشوك اللي فعلومي يا خمير سلم كيرا. ده انا لا معلومي عليك سأقولي ولا ما بتأمل على قد الشوك اللي فعلومي. كده انا ماشي انا ماشي كده يا سوسو متشكر قوي كده بتحب ابو حفيظ عامل اكتر مني يا سوسو. متشكر قوي انا ماشي تعالي وصليني. طب قولي الاول انت شباكك كان منور طول الليل ايه اللي كان مصحيك؟ وانتي ما نمتيش ليه؟ بفكر فيك. بحلم بيكي. معلش ربنا يخليكي. نفسي اقول لك يا حبيبي. نفسي اضمك لصدري وابقى حبيبك. عمري ما حسيت غير دلوقتي ان الدنيا عظيمه. حاسس اني كبير وان العالم كله عند شرطي وعند العالم انا في ده. والله وانتي؟ انا حاسه اني جميله وانتي؟ انتي جميله اجمل من اني استاهل تحبيني. تقدر تتجوزيني؟ اوعدني تذاكر. حاضر. واحلفي ما تبصش يا بنت غيري. اوعديني انك ما تسيبيني. مش ممكن اسيبك. مالك؟ خايفة. اوعدني تحميني. حياتي كلها ليكي. شغلنا على ميه بيضه. ها سوسو دي تبقى
اختنا كلنا. اختك الله ما تخليك اسبوع ولا كلام. انت عينك سودا. من فضلك اتركوا بس مش مش علي. لا أكاب أكاب مشيت قلت لك خدها في جنينة بس أنا قصدي شريف وإحنا الاتنين بنحب بعض وإحنا الاتنين كمان بكين ما تفتش إيدك بقولك إحنا الاتنين حرين وإحنا أزيد تبين عليك عايز تضرب ما هيسني القوة؟ ايوه بالقوة بس افوز بحبيبتي بالقوة اسير مرفوع الراس بالقوة اواجه كل الناس احنا في غابة يا اخواني المجد فيها الحيوان ويا ويل الطيب والانسان وحتعمل ايه يا حتمرن واتضرب لحد ما بقى منه وساعتها بس ابقى حر هعمل كل اللي انا عايزه جنيه وانت بيه
الكترة بتغلب الشجاعة والكترة مع الجنين. والعجوز ذبحني بحد الجنين. عرفت دلوقتي اللي هو تسوى ايه؟ اللي هو سراب اي عذاب. لكن المهم السوسو تختار ايه؟ ايوه لا يمكن تكون وافقت عليه الا ضد غصبوها. وهتعمل ايه؟ نخطفها ونربيها. عدو شفتم؟ هربت من نفسيها. اتهام انت وغصبونا لوحدينا. سوسو حبيبتي عملوا فيكي ايه؟ ضربوكي؟ غصبوكي؟ انا جاي اشرح لك كل حاجه. من غير ما تتكلمي انا يمكن اشك باخلاص فيا، ودلوقتي مفيش وقت الكلام، يلا بينا نهرب اوام. بصراحة انا بحبك صحيح، عارف وبتموت فيا كمان، بس مش وقت، انا من نهرب. اسمعي كويس يا انا بحبك، لكن لكن احنا فينا من لكن. احلمك بكل شيء في حياتي، احلمك بشبابي ورحمة بابا الغالي اني بحبك، لكن لكن ظروفي كانت ضدي، ما قدرتش اعرض اهلي. يبقى انت اللي هزمتيني. سامحني، ما كانش بايدي. انت اللي هزمتيني. كده على عيني يا عبد، كده على عيني. انت هزمتيني. فهمني، انا مش حرة نفسي، انا مملكش مصيري. يبقى انت اللي هزمتيني. انت اللي بعتيني. هفتكرك طول عمري. هو باقي عمري في عمري. يا حبيبي يا حبيبي. انت اللي هزمتيني وانت اللي ضيعتيني. لا ودلوقتي بتبكيني. صدقني كذابة. صدقني بحبك يا حبيبي. وانا بكرهك. بكرهك وبكره سيرتك. وانا بلقني في يوم كنت عايزك. بكرهك وبكره وشك ومراتك وحنانك. وبكره نفسي لاني ما زلت بحبك وبلينك. الطفله الساسيه العصوره سرحت عبده ذليله. ملعونه الايام اللي عشت فيها. ملعونه الفاظ الحب ومعانيها. ملعونه الدنيا بكل ما فيها. ولا يسقط عفكرهم، ولا يسقط هذا العالم.
بأن أتركه أن أرحل. وسأرحل. سأرحل طولا. دم يا راجل يا راجل. غشيم قوي الجدع اللي اسمه عبد، كان متهيأله ان الحرية الوحيدة اللي فضلت له هي حرية الانتحار. ما خدش باله ان محدش بينتحر الا لما كل السكك بتتقفل في وشه، يعني برضه بيبقى مجبر ينتحر مش بخطر. ومع ذلك مسكين قوي عبد، لان حتى حريته انه يتصرف في جسمه حرموه منها لما اهله وجيرانه اسعفوه من الموت في اخر لحظة. والدرس اللي نخرج بيه من كده إن حياة الإنسان منا مش ملكه وحده، إنما غصب عنه بيشاركوا فيها مجتمعه، وده اللي بحاول أفهمهوله من ساعة ما دخلنا الجامعة. اسمح لي بكام سؤال، مين معاك وتعملوا ايه وتجتمعوا فين ومين الزعيم وايه المخططات وفين بتخبوا المنشورات؟ بس كده من حقك تعرف كل حاجة بالتفصيل ما دمت بقيت زميل. شوف يا سيدي. ايوه يا سيدي قول. انت فهمت يا فهمت الله وحيد الله ناخد رأي الأغلبية. انا على مين حتى النهاية؟
للفقراء. الموت الرفاهية 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 الرفاهية. يا حكومة يا حكومة يا حكومة يا حكومة. لا فول ولا طعمية. لا فول ولا طعمية. هتلنا أرانب بالملوخية. هتلنا أرانب بالملوخية. لا قد ولا خيار. لا قد ولا خيار. هتلنا هتلنا الكافيار. هتلنا هتلنا الكافيار. اتحرقوا بينفذوا في الدوحة اليمين. أول مرة
كمان. اه على فكره انا من عيله محافظه. مش تفرق يا جدعان ده؟ معلش مشاغل الحياه. شفت انا مشغول ازاي؟ الناس كلها ماشيه في الشارع بتعمل كده. مش كل الناس مشغوله مع ان مفيش شغل خالص. اتوبيس حسن وانت معاك ابوس ايدك. مفيش ولا اتوبيس عايز يقف. طب حاطين محطه ليه؟ منظر. مفيش ولا اتوبيس عايز يقف. كل المحطه كله اتوبيسات 8 وانا عايز اتوبيس 16. عايز اروح وعايز اركب اتوبيس 16. ما فيش اتوبيس 16. اروح ازاي؟ اركب اتوبيسين 8. يلا بينا. ما فيش اتوبيسات. يلا بينا انا عايز بيت كبير. عظيمة حل أزمة المواصلات. مشاريع كتير الحقيقة عاملة في كل حتة محطة، بس مفيش اتوبيسات. مش مهم جت الرفيعة دي اتوبيسات ايه؟ والله احنا ممكن نحلها بنفسينا. والله لو الناس اللي فيها يشيلوا بعضيها. يا ترى مين اللي حيركب قدام؟ يلا الله يا كابتن. كابتن تجريني محطة وازقك شوية. مزمزين. الله يا مزمزين. مزمزين العبيدي. يا مزمزين انت ما بترديش ليه؟ انت مدام؟ اسمع عجبني ادبها واخلاقها. ما اقدرش اقول اني حبيتها، انما ما لقيتش فيها شيء يتعايب، وكمان لقيت فيها ملامح كتير من حب الاول سوسو. قلت ده جواز العقل واتكل على الله. يا اخوان ايه عيب زي اختكم. عيب مش كده. اما لما نطلع الاوتوبيس هنعمل ايه؟ عيب. عشان المخيمة ماشي. هتسيبين المحطة تمشي؟ مش معقول. كويس لما تسيبين المحطة تمشي؟ لا ده قوة الدفع. تفتكر ان انا الله مش كده يا استاذ؟ امال ازاي؟ في ذوق بقى. لا مزيد ازاي؟ الله مفيش حد هيمسك اهو ولا حريك. الله
بطل يجري بالمحطة والهدوسة تجري وراه. طيب ساعات بيبقى فيه شباب صغار حضرتك لو حققت يعني النظر تلاقي فيه برضه شباب ظريف مين ما بيضايقوش حد هم واقفين. مادموازيل الكلب عمره ما يتعدى. مادموازيل لو اتقدمت لك توافقي تتجوزيني؟ حبيتك بتبصبص لي. انا عاوز شريف بدليل اقولها لك توافقي تتجوزيني؟ انت لسه صغير يا شهد لما تتخرج وتتوظف تبقى تيجي تتقدم. انا اتخرجت السنه دي من الجامعه وكلها 7 سنين ونقوها عامله تبعتلي. بس المهم انت توافقي. عندك يا عمي جوزهم الاستاذ عبد الستار وكلمهم. انا مش سعيد اروح اكلمهم بس المهم انت مالكيش راي. انا معرفكش ولا عشان كده بقول نتعرف على بعض يمكن التعرف ده. انا ما اقدرش اعرف رجاله. ايوه بس احنا زملاء في الجامعه سوا. ايوه يعني عشان احنا زملاء في الجامعه سوا يبقى خلاص انا مش مستعدين طالما يسوقكم عادي. فهمت سكتك. طيب ما تيجي نزرق بعيد ونقعد في الكازينو على يا سلام عاوزني اقعد معاك في الكازينو عشان حد يشوفني معاك في يروح يقول لي مامتي من فضلك سيبني بقى امشي. طب استني بس اجري حاجه لو اكلمك في التليفون كل يوم. ما هو مفيش بقى غير ان احنا نبعت لبعض جوابات من بعيد لبعيد بقى. عاوزني اكتب لك جوابات عشان تمسكها عليا دي لو تفضحني. حتى دي كمان دي مش طريقه. لا يمكن هنقدر نتعرف على بعض طول ما انت خايفه من الناس وعامله لهم حساب بالشكل ده. انت عندك حل تاني؟ نتقابل في شقتك. انما الامم الاخلاق. يا استاذ يا استاذ انت يا عزيزه انا عبد انت نسيتي. ايوه عارفه يا عبدو عمي عبد الستار جوز امي هيقابلك حالا. متشكر قوي عزيزه حاجه على ماشي. اقفل بقى. مش هجربها الاول ولا ايه؟ مش فاهم. اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا يا عمي. انت عبده؟ ايوه غريبه متهيألي اني شفت حضرتك اكثر من مره قبل كده. متهيأليش. اتفضل السراج. والله يا ابني قبل ما اديلك كلمه ما تاخذنيش احب اعرف منك شويه معلومات. وماله يا عمي من حقك برضو انا تحت امرك. عشان كده انا عايزك تكلمني بمنتهى الصراحه. انت ليه عايز تتجوز عزيزه بنتي؟ والحقيقة يا عمي عجبني فيها أولا ما أنا بحضرك هذه الصراحة يعني. أيوة. اللي يعني هي كلها على بعضيها الحقيقة. اخلاقها الحميده عجبني فيها اولا اخلاقها. قول لي ايوه انت تعرفها منين؟ الحقيقه انا اول ما شفتها انا بنتي تنشرف. شفتها امتى وفين وليه؟ حضرتك عارف ان احنا زملاء في الجامعه. الجامعه انا بعتها الجامعه عشان تتعلم مش عشان تنشرف. ايوه بس انا عملتها لحضرتك اتوبيس 8. الاتوبيس معلش كل الناس بتركب الاتوبيس وخصوصا لما 8 ده انا بركبه اصله زحمه. اف بقى. انت من عيلة مين بالظبط؟ انا من عيلة ابويا. اقصد من عيلة عبد العال افندي كان موظف محترم بالسكة الحديد. وامه اشمعنى؟ يحموك في كده.
مكانك. انا استحمى في دمك. كانت موفقة امك، كانت موفقة في جوازها من ابوك. وايه لازمة السؤال ده؟ جاوب. هم زي عايز وجاي، ساعات كانوا يتفقوا ساعات كانوا يختلفوا. لما كانوا يختلفوا تفتكر مين فيهم الغلطان؟ معرفش. انت اسمك ايه بالظبط؟ اسمي عبد العال. ده اسمك الحقيقي؟ لا، انا كنت اقصد عبد المنور، فانا غيرت اسمي بقيت عبد السخن. محل اقامتك؟ انا ساكن حاليا في بانسيون، انما طبعا. انت مؤاخذة؟ انا معترف. ايه علاقتك برؤساء؟ انا مش هتكلم الا في وجود المحامي بتاعك. ايه علاقتك برؤساء؟ علاقة عادية. التقارير اللي عندي يا فندي بتقول غير كده. خليل، وانت بتيجي محامي تخليل؟ ده من حقي، انا اعرف عنك كل خبيرة وصغيرة. مش كانت بتحط كلونيا كل يوم خميس؟ لا مش من حقك، مش من حقك. ايه ده يا ابني؟ استراحة. بتاخد مرتب كام؟ مرتبي حوالي 25 جنيه. تصرف منهم كام؟ حوالي 85 جنيه. ازاي؟ ليك مصادر دخل تانية؟ ايوه بستلف. انما طبعا لما اتجوز. ايوه طبعا لما تتجوز هيحصل ايه؟ حشد. عايز ايه؟ عايز ايه؟ انا ما قلتش انت شحات، انا اسف. انت حر المشكله. انت عايز ايه؟ تقدر تدفع مهر كام؟ ادفع اللي اقدر عليه. مصاريف الخطوبه، مصاريف الفرح. انا عايز فرح يبقى حديث المجتمع. انا عايز عوائل. انا بحب العوائل قوي. انا تعبان يا ابني، تعبان. عايز اتفرج على العوام. اطلق عايز اشجع. هتقدر تجيب المصاريف دي كلها منين؟ لا، نقدر نسكن ان شاء الله في اوضه في اسطوح في الاول، وتعمل الشبكه تجيب ثلاجه. واذا كان على الفرح، انا مش عايز افراح. انما انا عايز فرح. وانت من قالك؟ انا انا حر. وانا كمان حر. وهي حر. لا يا استاذ. انا مش حرة كده. طب مش هتجاوز؟ انت حرة. طبعا حرة. لا يا عزيزة، لا لا، بيت مفترض غريبة يا عزيزة. لا، عايزنا شكلها ولا شكلها ازاي ده يا عزيزة؟ انا جاي شكلها ولا شكلها كده يا عزيزة؟ لا، وكمان في طاقة يا عزيزة. لا ما مش ما اف بقى مش موافق. ايه هتنيني لسه؟ اسرق زي ما انت عايز، دي مشكلتك، بس ما تقوليش انك هتسرق. يعني توافق؟ ليه لا، طالما انك انت استوفيت الشروط. هو انا خلوك عيد مع الاداه يا ابني؟ المؤخر 10,000 جنيه. لا كتير، كفايه 4 جنيه. مفيش جواز. خليهم 9,999. افتح حالك. قلت ايه؟ هتشيل؟ شيل. ماشي اشيل، بس تعوضها لي في حاجه تانيه. عبدو، كان ليك علاقات نسائيه في الماضي؟ طبعا لا. قولي، بتشتغل بالسياسه يا ابني؟ بتشتغل بالسياسه يا ابني؟ لا. ولا كان ليك نشاط سياسي سابق؟ لا. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا ما بفهمش في الكوره. لازم الكوره تعرف حاجه. انا بشجع لعبه الحلوه. وايه رايك في لعب اليم؟ لا، لعب اليم دي مش ولا بد، كله لعبه فردي ما فيهوش مباصيه. الجول يدخل جول في نفسه، الباكات بتطلع. بس كله كويس الحمد لله. ها انا شاطر. ما تعرفش اصلي مراتك مش عايز صحابك. عايز ايه؟ عايز صحابك يا عبد. عايز ايه؟ مين صحابك؟ انا صحابي مش كتير، واحد او اتنين. ساكنين فين؟ عايز ايه؟ انا متجوزين. انت عايز ايه؟ انا عايز اصحابك يا ابني. اعترف. انا ليا صديق واحد بس ابن عمي اسمه ثروت. ليك عداوه؟ ما اعرفش. بتقعد على هواك ايه؟ ما بقعدش على هواك. طب بتقضي وقت فراغك فين؟ ما عنديش وقت فراغ. بتشخر وانت نايم؟ وده يهمك في ايه؟ بتشخر وانت نايم؟ بقى نايم ما بسمعش نفسي. هتلبس جزمه مقاس كام؟ 40 على ما اظن. اجاباتك على رقم الدقه. يبقى 42. يا نهارك اسود. لا بس ساعات بحط فرش. الحمد لله. معاك؟ اي يا عم.
بتسمع الست يا عبد؟ الست امك؟ لا لسه ما شفتهاش. امي هتسمعها يا اخويا. ما ست مين؟ ست الكل يا عبد. هو في غيرها؟ ام كلثوم يا عبد. لا ما بسمعهاش. في حد ما بيحبهاش؟ ما قلتش ما بحبهاش، قلت ما بسمعهاش. برضه تصرف شاذ. طب عايز ايه؟ عايز ايه؟ اكتر من كده يا ابني انك ما عندكش مانع تسمعها وتحبها. اسمعها؟ انما جايز احبها وجايز ما احبهاش. ما تقولش جايز. ام كلثوم تتسرع تتحط على طول. جايز ما تجيش حاجه بقى ما تسالش. عايز ايه؟ عايز ايه؟ هتجوزها لي ولا لا؟ هتجوزني عزيزه ولا لا؟ انا مالي؟ نفس ايدك يا صايع. بالراي ولا بالله؟ وانا عندي اغلى منك يا بشندي.
فنلندي يا بشندي فنلندا اسد. خد يا بشندي اشتري شوكولاته زي ما انت اجي لك بشندي. بس مش خساره فيك يا بشندي. ها جنيه ونص واشتري بيه كل اللي انت عايزه. اسمع تيجي نلعب استغمايه يمكن تتوه مننا. اسمع يا بشند اسمع يا ولا يا بشند ابواب السما مفتوحه لك يا بشند. تيجي يا ولا نسهل الحارس بتاع الاسد واسبونك في القفص. انت تلعبوا مع بعض ازاي؟ ده شايف لك الاول كنا بحريتنا دلوقتي علينا القاعده يا عزيزه. لو كنت عارف كده من الاول ما كنتش تقدمت لك بالمره يا مسهل. طيب روح يلا يا باشا يلا. بس ما تتاخرش انت يا عزيزه. بس ليه تاخر يا عزيزه؟ فرحانه بقعدته قوي. عزيزة أخيرا يا عزيزة بقينا لوحدينا. عزيزة سيب المعجة يا حرام. يا دي الفضايح يا عم يا دي الفضايح اللي كانت على الخارج يا عزيزة. حصل خير حصل خير حصل خير ازاي بس يا عم؟ بالسمع بيقول ايه؟ خلاص يا عزيزة ما حصلش حاجة. ده ولد صايع ماشي بالطريق معاهم مش مثقف الفاظه نفسها قذره. سيب النعجه يا خروف. حيوان شايفني خروف. نعجه. عزيزه اخيرا يا عزيزه بقينا لوحدينا. عزيزه عزي مين؟ عزم سميت وجبنا بيت المامش. عزم سميت وجبنا بيت. عزم سميت وجبنا بيت المامش. سميت وجبنا بيت. عزم سميت وجبنا بيت. عزم سميت وجبنا بيت. سميت وجبنا بيت. عصب سميت وجبنا. سميت وجبنا بيت. عصب ما تغدينا في جزيرة الشاي يا عزيزة. وماله اصلنا اكلنا فراخ. اهدم السميت معايا غدينا يا عبيط. سميت وضوء احده نفعنا بيه ربنا يسهلها لك. قول كده انت مش بتاع سميت بس. فهمني اتفضل خلصني. اتفضل يا بيه يلا اخلع. سميت وضوء عبيط عصب ومرمش. خش على المرمش خش على المرمش خش على المرمش. يا ابني ما تسأل رزقك بقى. هي دي منطقة يا فندي. سميت وجبنة وبيت. طيب عرفت خلاص. بيت وجبنة وسميت. ماشي. سميت وجبنة وبيت. شوف الكلام. بيت وجبنة وسميت. شايف الأمثال الشعبية بتاعتنا. سميت وجبنا وبيت. سميت وسميت وسميت. الله على كده ما عندكش بيت. امشي من هنا سيبي سعد انا اشتريته بحاله. اتفضل مع السلامة مع السلامة. عصب بيبيع ايه ده؟ مش خسارة فيك يا عزيزة مش خسارة. عزيزة
سميطة وبطين يا ولد. سميطة وبطين، ما تشوف أكل عيشك بدل الكلام الفارغ اللي أنت بتعمله ده. إيه قاعد مع بتاعت الأزوزة. طب يلا أخويا خد راسك. عايز إيه؟ سميطة وبطين، خلينا نمشي. ثانية واحدة يا عزيزي. شوية دقة مش بنقول لما نخش الدقة. طب مفيش دقة، انت بالذات بقى، عشان انت بالذات مفيش دقة. مفيش دقة انت بالذات لو وقفت قدامي ساعة مفيش دقة. وادي قاعدة انت هتقعد. فاضل خلص يا ابن خلصني، مع السلامة. أنزل ده تبعها. فداكي فداكي مخبز آلي بحاله يا عزيزة. عزيزة أخيرا يا عزيزة بقينا لوحدينا. عزيزة مين هنا؟ بتعمل ايه عندك يا غني؟ بستحمى. كنت بعمل ايه؟ قاعد منمرت وقعد بالشكل ده. وانت مالك؟ انا الحكومة وشايفك هتبص. والله هي الحكومة خلصت المشاكل اللي عندها وفضيت للفلوس خلاص؟ ممنوع ممنوع بأمر القانون. في مراتي وكاتبين كتاب. ولا اسمه فعل فاضح في الطريق العام. يا سلام، واللي عاملين الشوارع مراحيض ري وتخطيط. ده ما اسموش فعل فاضح. انت عم تتصرف؟ الحكومة حرة يا مان. الحكومة حرة ولا مش حرة؟ ايوه. اشمعنى الحيوانات؟ ايوه يا اسمر انت ماشي معاك حلاوه. ما تخش لهم جوه اعمل لهم محضر. لا الحيوانات معلش هي حره. يا نهارك اسود، الحيوانات حره وانا مش حر. ايه طب ايه رايك حبوسها بقى؟ انت اتجننت. لو وديتني الاسم حبوسها، لو وديتني النيابه حبوسها، لو وديتني مجلس الامن حبوسها. عبد انا في عرضك بلاش فضايح. انا ماليش نفس ابوسك بس طلعت في دماغي يا عزيزي. انت بتضرب دور على البيت؟ ضرب دور على السرير. ايه العزيزي؟ انا هخرب بيتك. مش عايز اصرف محمد هناك. ايه وفي الجيش؟ قالت قدامي. لو حضرتك تعرف حضرة الضابط محمد بيه. ايوه قريبي. ولما حضرتك ولا مؤاخذة من عيني بتشوشر على نفسك ليه؟ خلاص حصل خير. يلا يا شوش وقف بعيد وخلي بالك. ها مش عايز حد يعدي من هنا. هنا منطقة عمل. ها ابعد يا بنت انت وامر من هنا. ممنوع ممنوع. ولا انت هنا بشندي. اختك مش اختك ممنوع في منطقة عمل. اخويا جت من حكومة يا عزيزة. اخيرا يا عزيزة بقينا لوحدينا وحنول المنى. عزيزة لا عيب. عيب بقى بعد العذاب ده كله يا عزيزة، وبعد المصاريف دي كلها يا عزيزة بتقولي لي عيب؟ ليه عزيزة؟ هيا يا هيا هيا. وانت مش عايزاني ابوسك؟ هيا بس اهلي يتضايقوا.
طب وما اهلك معانا دلوقتي يا عزيزه؟ المهم انت مش نفسك برضو يا عزيزه؟ قط بس دلوقتي ماليش مزاج. لا صاحبة كيف عندك حق. يا بخت الطيور، يا بخت الحيوانات، يا بخت البقر، ما عندهاش مشكلة شقة ولا قوانين فعل فاضح، ما عندهاش شبكة ولا مهر ولا خطوبة، ما عندهاش أي عقد. يا بخت الحيوانات، ليه يا رب ما خلقتنيش كلب؟ ليه؟ وليه انت ما كنتيش قطة؟ كان زمانك بتلعبي في صفيحة الزبالة يا حبيبتي. يا بخت الحيوانات. اسمع بقى، انت لازم تشوف لك حل. انا زهقت شحطاطة، مجرجرني وراك في شوارع ضلمة، بتدخلني سينمات وتقعدني في الصف الوراني. عبد انت مش واخد بالك، احنا حريتنا الوحيدة دلوقتي يا عبد بناخدها في اوتوبيس نمرة 8. ما تتبطريش على النعمة، احسن قريت في الجرايد الصبح انهم هيحلوا ازمة المواصلات. خلاص حبكت، انا حظنا لازم يكون في حل يا عزيزة. طب ده انا حتى اعرف حكاية عن بنت صممت تقابل حبيبها، مع انها لو خرجت من باب بيتها ممكن اهلها يذبحوها. وقدرت تخرج تقابله؟ لا، حبيبها اللي راح لها وابوها بنفسه دخله اوضتها وقفل عليهم. ازاي؟ بسيطة، حبيبها لبس واحدة ست حشمة ما يبانش منها غير عينيها. وظن صاحبها مستاهلة الحكاية، وفضل كل ساعة والتانية رايح جاي عليها. ابدا، حلف ما يكررها تاني. ليه؟ اصل وهو خارج من عند حبيبته ابوها خده على اوضته. اخيرا يا عزيزه بقينا لوحدينا. ايه مالك يا عزيزه؟ مالك عمال تبص حواليك ليه؟ مالوش ليه واحنا في الشارع؟ احنا في بيتنا يا عزيزه ولوحدينا. يلا اقلعني. اقلعي النضاره يا عزيزه، معقول هتقعدي معايا بالنضاره؟ معلش عشان لسه مش واخدين على الاوضه. بقينا لوحدينا يا عزيزه ولوحدينا. لا سيبيه ما هيتناكش دلوقتي. اخيرا يا عزيزه بقينا لوحدينا. انت عارفه يا عزيزه، انت عارفه انا نفسي دلوقتي اعمل ايه؟ ايه؟ اطلقك يا حياتي. ونرجع نتجوز تاني، بس المره دي اخلي العصمه في ايدك. عايز ابقى مطمن انك عايشه معايا من حريتك وبكيفك يا عزيزه. ما هو عمي عبد السلطان مش موافق. هو ده اللي مجنني، انا عايز امنحك حريه زياده، هو بسلامته مش عاجبه، مش عارف ليه. مش مهم، المهم يا عزيزه بقى لنا بيت نرتاح ونبقى فيه على حريتنا يا عزيزه. عزيزه اسمعي يا عزيزه. حاضر. احنا دلوقتي بقينا احرار ولنا حياتنا الخاصه. حاضر. انت كمان استقليتي عن بيت اهلك وبقيتي حرة نفسك. حاضر. عشان كده يا عزيزه انا مصر انك تشتغلي عشان ما تحسيش ان انا بصرف عليكي. حاضر. ومش عايزك في يوم من الايام تتحوجي البني ادم زيي. حاضر. كمان يا عزيزه مش عايز اعمل زي ما كان ابويا بيعمل مع امي، كان دايما يديها اوامر وهي تقول له حاضر 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 حاضر. حياتنا احنا يا عزيزة لازم تبقى حاجة تانية خالص. ايه حاضر دي يا عزيزة؟ وانا كل ما هكلمك هتقولي لي حاضر 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 حاضر. طيب. طيب ايه؟ حاضر، مش هقولك حاضر. يا عزيزة لازم تفهمي ان لازم يكون لك رأي، لازم يبقى لك شخصيتك المستقلة، يبقى لك كيانك يا عزيزة. انت حرة، الزواج مش معناه استعباد او اذلال اطلاقا، انت حرة. يعني من حقك تقفي قصادي وتقولي لا، تعرضيني. ممكن يا عزيزة تعرضيني؟ لا. لا؟ ما انا مدعي الشهادة بحاول انها كورية زيادة وتبسلمتك مش عاجبك؟ انت مش عايزة تبقي بني ادمة؟ لا طبعا. لا انا ما تقولك. لا ليه؟ لا يا عزيزة لا، المرة دي مش عايز معارضة، المرة دي تقولي لي حاضر. حاضر. بتقولي حاضر وانت مقتنعة ولا بترضيني بالسلام؟ ما
ما انت مش عاوزني اقول لك لا. لا يا عزيزه قولي لا. بس انت ما بتقولي لا على حاجه ما يتقالش عليها غير حاضر. حاضر لا. يعني ايه؟ انت اختار. لا يا عزيزه لا مش فاهمه. عزيزه انا حريص انك تبقي حره، حريص انك تاخدي حريتك. يا عزيزه انت حره فعلا. هضربك مثلا. حاضر. يعني مثلا لما نيجي في حاجه وانا اقول عليها ايوه انت تقدري تقولي لا، انا اقول لا انت تقدري تقولي اه. ايه فين ابقى شريك مخالف؟ يا عزيزه لا افرمي بقى، افرمي بقى، افرمي، ما تطلعيش عيني يا عزيزه. انا اسف، اسف يا عزيزه، انا اسف بعاملك بقسوه، مش قصدي. هشرحلك بأبسط من كده. باختصار يا عزيزه يعني انا عايزك تبقي ند ليا، عايزك تبقي معايا على قدم المساواه، عايز اديكي نفس حقوقي، عايزك تبقي زيي في كل حاجه. فهمتي؟ طب ما تقول كده من الصبح. ابقى نسخه منك. فده مش معنى فعلا انك هتعملي اللي انت عايزاه. حاضر ما اعملش اللي انا عاوزاه. لا تعملي اللي انت عايزاه. حاضر هعمل اللي انا عاوزاه. لا لا ليش انت تاخدي رايي في الاول؟ حاضر ما اخد رايي. يا تقنعيني يا اقنعك، وطبعا انا اللي في الاخر اللي هقنعك. انت اللي تقنعني. ما اقتنعناش احنا الاثنين؟ ها هضربك بالجزمه. وهفضل اضرب فيكي بالجزمه لغايه لما يبقى عندك كرامه يا عزيزه. انا عايزك حره، حره يا عزيزه، وده مش هيحصل الا ما تغيري طبيعتك دي خالص. انا اسف يا عزيزه، انا بخرب واقول ايه؟ لا انا هشرح لك بطريقه ثانيه يا عزيزه. باختصار يا عزيزة أنا عايز أنهي شخصيتك القديمة وأصنع ليك شخصية تاني من جديد، بحيث ما تبقيش صنيعة حد، وده لن يتأتى يا عزيزة إلا يا بابور يا مولع. تكونت يا أختي عزيزة. عزيزة اصحي عشان تنام. مش قصدي نامي زي ما عجبك، بس نامي الناحية التانية. ليه؟ عشان متعود انام الناحية دي. وانا كمان متعود انام الناحية دي. امري لله، هقنعك بكرة الصبح. قومت في النور. انا متعود انام في النور. وانا معرفش انام غير في الضلمة. هو انت بقى يا هي لسه بدأت صبرتها.
اللي غبيه لانك فهمت الحريه غلط. انت فوزية بشع مغرور مدعية امار جشع سعيد يا نزلك يا رغيضة يا مملة يا غيتسة يا لازم يا مسك يا دفر يا عفش يا نكا يا مرحب يا نفر يا دفر. ظلم يا ناس. لا انا فهمت دلوقتي انتوا بتقولوا اف بقى ليه. يا باي ايه يو يا ليله الادب يا قليل التربيه ابوك يا زلمة يا أصلع يا أرعى يا مجنون يا بتنجان يا معتوة يا هبة يا راجل يا حزقة يا مرة يا مسخرة. بكرهك إيه بكرهك دي؟ مش عارف ده مش شايف فيها أي ملمح من ملامح الإهانة يعني طعم الشتيمة ولا أيوة. يا تشتمي زي الناس يا حاسبنك البيت وانزل. يا حيوان يا بهيم حيلك يا عزيزة. ايه دايما بتنسيها. ايه نسيتي يا طور. يا حيوان يا طور يا بهيم يا معزة يا بغلة يا حربوقة يا أم 43 يا عجلة يا يا املاك يا ساتر حسن تعال هنا وصلت بيك الجرعه انك تشمي لي يا ساتر ربي انا كنت اتشرب مخي حد يخش القفص برجليه ويقلش حريته بنفسه. كانت جيلاتي وحدة فريزيا يا عزيزة هيدا ايه ايه هيدا ايه ايه كلمان جيدة مان من انت ايه ولا ايه هيدا ايه هيدا ايه هيدا ايه بالدنيا دي من كتر ما احنا مبسوطين ولا سعرة فكر كويس قبل ما تخلي فيه منين حيلاقي بكرة شارع يتمشى او اتوبيس يحشر نفسه فيه او شقة فاضية عاير ملقيه لسميته خسانين ومحمدين يا عزيزة. فكري كويس قبل ما تخلي فيه والدنيا تغلى لازم نحجز له من دلوقتي تربة. تربة لما تلمك برضو هخرب غصب عنك. ايه بقولك هخرب غصب عنك. لو شاطرة اعمليها لوحدي. النهاردة الخميس حط كلون يا عزيز. انت يا اختي بدل ما انت قاعده امي حضري له مطفح. مفيش يعني ايه مفيش اكل؟ مفيش لحمه غير 3 ايام في الاسبوع. بلاش لحمه. مفيش خضار كويس في السوق.
بلاش خضار، سرحان الفول اللي جوه. مفيش انبوبة بوتاجاز. يعني هموت من الجوع. مفيش غير معلبات، تونة وسلم ونبولوبيت. زي بعض. مفيش فتاحة. عزيزة وانتي يا عزيزة مفيش حاجة على لسانك غير كلمة مفيش مفيش مفيش. انت بتزعل ايه؟ مفيش خلق. انا داخل اتفرج على التلفزيون. انت حر بس مفيش غير الاعلانات. انا حر اتفرج على الاعلانات زي ما انا عارف. انا حر. ايه ما فتحتوش ليه؟ مفيش نور. البيت لازم نعزل منه ومفيش شقة فاضية قبل ما تقوليها. خلصيني شقة تبليك يا خلو. مفيش ضمير، مفيش أخلاق، مفيش فايدة من الكلام. فين الواد ابنك؟ جوه بينا. ولا حكير. ولا حكير. أحسن. تعالى حبيبي، تعالى تعالى نلعب سوا. ده احنا هنلعب لعبة حلوة خالص. تيجي نلعب عسكر وحرامية؟ وانت الحرامي؟ ماشي. لا انا حذافي. ايه الحكاية؟ هو عنده بس طول النهار تلعب ولا بنجي ولا انت هتقعد؟ هو انت مش لاقي حاجة تعملها وتطلع همك في الوقت؟ انا حكيم. عندك حق. انت مفيش حد يقترح، مفيش حد يسيطر عليك، محدش يختار لك. انت حر وانت الذي يختار. انا مش ممكن اكرر نفس غلطه ابويا معايا اطلاقا. انت حر وانت الذي يختار. بالمناسبه تحب لما تكبر تختار تبقى ايه؟ ضابط ولا دكتور ولا محامي؟ هيطلع مهندس. انا مين ان شاء الله هيطلع زبيت. ان شاء الله حرام. والله لو وصلت للموظف ماشي. انا عاوز لها مهندس. اشمعنى مهندس يا عزيزه؟ هو بكيفك. امال بكيفك انت؟ لا بكيفك ولا بكيف، بكيفه هو، هو الذي يختار. ايه يا حبيبي تختار تبقى ايه؟ ضابط ولا دكتور ولا محامي؟ ولا حاجه. برا. لا يا حبيبي مفيش حاجه اسمها ولا حاجه. كل انسان مننا لما يكبر لازم يبقى حاجه. انت هتبقى ايه؟ ولا حاجه. يعني ايه؟ هطلع لصحيح؟ وطلع لك انت هتطلع لنفسك. ايوه انا بتكلم عشان نفسه يا عزيزي. هيطلع مهندس ومالكش دعوه بيه. تعالى يا ضنايا. تعال تعال لمامي يا رحمن. اسمعي بقى الولد شويه بقى. هو الولد ها تعال تعال لمامي. امك مجنونه ولا بتخدعش؟ انت هتخسرني. وانا ابوه. اقف جنبي يا كلب. انت بتشتي مني؟ واضربه كمان زي ما عايز. ما تقدرش. انا ما اقدرش. ما تقدرش. بتشك في قدراتي يا عزيزه؟ ايوه يا عم. انا ما اقدرش اضرب ابني فلسه كاملي. لا ما تقدرش. بتحديني يا عزيزه؟ ما تقدرش. اه 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 ولو جالع بقى مين تيجي تكعلي يا عزيزه؟ لا يا بنتي ايدي والنص ده حق. انا مش حقك. ما تقدريش يا عزيزه. انا ما اقدرش. ما انتش قاعدة على ذمتك، اتفضلي بره. بره؟ بره ده ايه؟ ده اللي مش عاجبك في البيت، سيبهولك، عمل في انت يا اخويا بس الواد هيمشي معاك، خد قدامي يا واد. الواد مش هيتحرك من هنا يا عزيزة. لا 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 Yeah.
نص قلبه لا في ايد ورجل وعين ودني عزيز اسيب الورق خلاص
مره. بعدي بساعتين. اهو المرحوم شلبي ده كان ابن نكته لسه قاعد من 3 ايام بيهزر مع المرحوم شعبان كامل، وجايبين في سيره المرحوم زيدان متولي يحكوا ايام ما كانوا بيزوروا المرحوم شفيق رمضان. وكان ابن المرحوم شفيق رمضان الواد رضوان حلو كده الله يرحمه ومراته. المرحوم رضوان ده كان مخلف 7 بنات وبنتين. شعر ايه؟ جمال ايه؟ صحه ايه؟ الله يرحمهم بقى. وانت عرفت منين يا عبدو بقى ان التسعه دول ماتوا؟ من اخوهم المرحوم مرسي ياسين. كنا قاعدين على قهوه الحاج خميس الله يرحمه، فبشاور للواد اللي واقف على النصبه الله يرحمه، قالي الواد الجرسون. لا، قالي الواد الجرسون رحمه الله. وكان مرسي الله يرحمه قاعد مكانك يا صاحبي. أنا بكلم الجرسون انشراح هنا الله يرحمه، بلتفت بقى براد. سعد الله بقى عربية البلدية تعدي. يا اخويا هما بيعوقوا اليومين دول ليه؟ وكانوا دايما بيعدوا. اهي يا بلدية يا بلدية تعالي الناحية دي وشيل الجثة دي. اقلب. مع السلامة يا ابن العم. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا روبي. مع السلامة يا صاحبي.
مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا معمة مي. وهرجع اخد العصايه بتاعتك. ها اخطف اخطف. هما كلهم مشيوا وفاتوني، سابوني لوحدي خالص، سابوني لوحدي خالص. شيء غريب ومش قادر افهمه، ليه الشيخوخة دلوقتي بتيجي في سن مبكر؟ عندكم انا في حالتي بالذات الشيخوخة جاتلي بدري، حاجة بتاعت 40-50 سنة. كما وأن الصلاة دايما يمر بسرعة زي الهواء، عندكم أنا ما عشتش أي صلة. وهم أنا، وهم كل ما فات، وسراب كل ما هو آت، وتبقى الحقيقة المؤسفة، وهي أن العمر ضاع. Thank you.
طول عمرها أنانية
مؤاخذة أنا بقول عزيزة مش عزرائيل. فين عزيزة؟ عزيزة ماتت. إمتى؟ من حوالي 12 سنة. هو امبارح من 12 سنة؟ وأنا عيني تغفل أصحى تقول لي فات سنين؟ الله يرحمها. بس الواحد يقول الحق، هي مش ماتت؟ بس أقول الحق لو على الأبد. الله يرحمها اللي ما وريتني في حياتي يوم ما عيني. بس كانت طيبة. أيوه. طب هاتولي ابني، عايز ابني. أيوه نعم. نعم الله عليك. لا ابني ابني. أيوه نعم أنا ابني. أنت ابني؟ أيوه بابا. بابا؟ ده أنت اللي بابا. أنت ابني؟ أيوه بابا. جبته. أمال الكبير كده ليه يا بابا؟ ده أنت أكبر مني يا منجم. ما شاء الله ما شاء الله. كبرت وبقيت حامل. موجود بس ساكن في الشقة. لا ده زعلان منه بقى، ما بيزورنيش ليه؟ هو مش بيعرف يعوم. يوم ايه؟ المساء بعيد. من شبر لهنا في عابدين بعيدة. شبر فين وعابدين ايه؟ احنا عايزينها من 25 سنة. بقينا فين دلوقتي؟ احنا في سينا. بقينا فين يا حبيبي؟ احنا في سينا. ابني انا بكلمك في موضوع وانت بتكلمني. احنا بقينا فين؟ احنا في سينا. يا ابني بسألك بقينا فين؟ مش عملتوا ايه؟ ما شاء الله. انا خلفت دلوقتي بقى عندي الناكف. ما شاء الله ناكف اصيل من عند السخن. وفين الأمورة مراتك؟ انا ما جوزش. جوزها كان على ايام. دلوقتي في حاجه اسمها طفل الانبوبه. انبوبه ايه يا مجنون يا مخلوق؟ انا دلوقتي بجيبه جاهز. يا سلام سبت الستات كلها ومسكتني في أنبوبة. يعني الحمد لله ان انا خلفتك زمان، لو كنت اتزنقت فيك دلوقتي كنت اجيب لك فمطاس منين. انا عايز اشوف الواد بتاع الأنبوبة ده. حاضر حاضر يا ناجي. تعالى يا ناجي. تعالى يا حبيبي. ما شاء الله شبهي وانا صغير. طبعا انت مناكف. ايوه ونزل ايدك للطحالة. الله. طب ما هو زينا. طبعا عادي. يا ابن الانبوبة. يا ترى بيشوف امه؟ يشوفها ازاي؟ هات له انبوبه يمسكها فيه. يا ابن الانبوبه وازاي خالتك مصوره مصوره.
نعم. هات لي أمبو. يا زمن ده أسره. طب ده ناكف وعرفناه. مين سيادتك بقى؟ أوه. أنا حكيم. أنت حكيم؟ أيوة. طب اديني حقنة. أمال إيه؟ أنا حكيم ابنك الكبير وما بشتغلش دكتور. أمال بتشتغل إيه؟ ولا حاجة. افتكرتك أنت الواد بتاع ولا حاجة اللي غلبني. امال بتعمل ايه؟ ولا حاجه. اكتشفت مش مهم اعمل ايه، المهم ابقى ايه. كويس. وبقيت ايه؟ ولا حاجه. انما مسيح اوصل. يبقى قابلني، يبقى اطلع فوق تربتي وسيح. انا رافض اعمل زيكم. انا هعمل اللي اختاره بملء حريتي. حريتك او يبقى قابلني. كان غيرك اشطر. وعلى العموم انت حر، بس ليا طلب اخير قبل ما اموت نفسي تحققهولي. اتفضل. لما اموت بلاش تدفنوني في طرب الغفير، ادفنوني في طرب الامام. اشمعنى؟ اصل الهوى في الامام يرد. ان شاء الله. ما تاخدنيش على قد عقلي، ولا انا كمان مش من حق اختار التربه اللي حنام فيها. حاضر حاضر. ولو اني في ازمه مداخل. ماليش دعوه. يعني اتكل عليك. اتكل على الله يا بابا. اتكل على الله يعني اروح اموت؟ لا مش قصدي. انت بتقول ايه؟ انا مش سامع. ليه طفيت النور؟ ليه ما حدش شاف النور يا بابا؟ لا انتوا طفيتوا النور. انا مش شايف. لا لا انا بخاف من الضلمه. بابا رد عليا. هرسه لو اكون عملتها واتكلت على الله الموت. بابا صعبة. مفيش حاجة اسمها ظروف، دي حاجة كده. الناس بتطلع. مظبوط مظبوط.
مين فيهم؟ وانت 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 وانتوا انتوا مين فيهم؟ انتوا قاعدين بس تتفرجوا ولا ايه؟ خايفين تقولوا عليكم؟ قاعدين ليه؟ ما تقولوا تروح المسرحية انتهت. لا استنوا، المسرحية انتهت لأن عبده السخن مات، لكن لسه احنا وانتوا في قلب المشكلة، وخلي بالكم ان محدش فينا هيقدر يطلع ابنه حر حقيقي الا اذا دافع عن حرية ولاد الناس التانيين. شفتوا الخازوق بقى؟ ايه هي الطريقة؟ نتحرر من كل عيوبنا، الخوف والجهل، احتقارنا لنفسينا، نتحرر من قيود الطبيعة، من ظروف البيئة، من جبروت العشيرة، من تحكمنا ببعضينا. وقبل ما نطلب الحرية روحنا نطلبها لكل الناس اللي حوالينا وخصوصا اللي بيختلفوا معانا. ده رأيي النهائي، واذا حد مش عاجبه كلامي يسمح له اقول له انا حر. هو حر.